السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة موضوعنا استحمام الحمام. زي ما حضراتكم شايفين بنحط لهم إناء واسع زي كده في قدر مناسب من المية، يعني المسافة دي أهو كده. هو الحمام بيبل رجليه، بيبل رجليه ويقعد يجيب جناحاته وبيغطس رقبته وهكذا. يعني هنضيف لمية لاستحمام الحمام الدواء ده، الدواء ده هو، يا رب يكون واضح عند حضراتكم الاسم، او مش شرط ان الدواء ده هو، ده اسمه ليسيون، ليسيون للشعر. ده بيقضي على الحشرات اللي في الشعر، ده من الصيدليات بشري وليس بيطري، ده بشري. انا بضيفه مية الاستحمام علشان دبانة الحمام، لو حمامك فيه ذباب ده بيقضي عليه، وممكن يكون بيقضي على الحشرات التانية، لو فيه في الحمام حشرات تانية يقضي عليها برضه. ده اسمه افريزين، يمكن كده يكون واضح، افريزين. انا كنت جايب دي ب15 جنيه. انا بحط نص الازازة دي لو فيه حشرات، لو فيه حشرات، هو الحمد لله ما عندناش دلوقتي حشرات، فانا بحط حوالي غطا كده اهو. بس طبعا بدي لون في المية اهو، هنقلبه اهو، هو الحمام ما هينزل يستحمى هيتقلب لوحده اهو، بس نسيبه يوم او اتنين وبعد كده نكب المية كلها، كفاية قوي. يعني لو عملت حضرتك كل الموضوع ده مرة كل شهر للحمام، مرة كل شهر، مش هيكون في حشرات بإذن الله، لأن ذبابة الحمام بتنقل الأمراض. عمر من الحمام يكون سليم ويكون في حشرات؟ لو في حشرات عمر الحمام ما هيكون سليم أبدا. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.